خلال السنوات الأخيرة نهض قطاع الطاقة بشكل ملحوظ، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي والأمني والجهود والإجراءات المتخذة لعودة الاستثمارات إلى هذا القطاع. نناقش هذا الملف مع ضيفي الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ الطاقة بجامعة الزقازيق. مساء الخير يا دكتور، وبداية برأيك ما أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع الطاقة خلال الفترة الأخيرة؟ مساء النور يا فندم، وتحياتي لحضرتك والأستاذ المشاهدين. إجابة على سؤال حضرتك، إحنا بنتذكر طبعا الوضع اللي كان قائم، إن إحنا كان عندنا عجز في إنتاج الطاقة. هذا العجز سواء في الكهرباء أو في الغاز اللي كان ضروري لإنتاج هذه الكهرباء، وصلنا إلى إن في حدود 10% مما يجب أن ننتجه كان ما بنقدرش ننتجه نتيجة سواء لعدم وجود الغاز أو لعدم توافر القدرات. يعني إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن تمت استثمارات، هذه الاستثمارات بلغت 17 مليار دولار في الانتاج، وحوالي 2 مليار دولار في شبكات نقل الكهرباء، ومليار دولار في تحسين شبكات توزيع، باجمالي 20 مليار دولار. دول عملوا ايه في قطاع الكهرباء؟ زودوا قدرات الكهرباء قرابه 29,000 ميجا وات. عشان نتخيل الرقم ده، احنا من يوم ما دخلت الكهرباء لمصر في 1895 لغاية 2014 عملنا 31,000 ميجا وات. احنا النهاردة بنتكلم قرابة 59 وشوية ألف ميجا وات، يبقى معناه ان احنا تقريبا اضفنا قدرات قد هذه. طب ده ايه الفايدة بتاعته؟ الفايدة بتاعته ان احنا عندنا كل كيلو وات ساعة ما بننتجوش معناه ان احنا بنخسر في الناتج القومي حوالي 1.5 دولار. يبقى معناها ان 10% لو كانوا استمروا معانا وما انتجناهم كان ده هيخسرنا بما معدل ان احنا بنستهلكه حوالي 20 مليار دولار في السنه، كنا بنخسر. كون ان احنا قدرنا ان احنا نعوضهم فاحنا تفادينا هذه الخساره. اضف الى هذا ان احنا نتيجه لادخال محطات جديده ذات كفاءه مرتفعه، وبالتالي كفاءه استخدامنا للوقود تحسنت، بنقدر نوفر حوالي مليار دولار كل سنة كان هنحرقهم وقود ما بقيناش محتاجين ان احنا نحرقهم نتيجة لهذه القوة. طبعا اذا كان حضرتك بتتكلم على قطاع الطاقة على العموم، تم سداد مديونية مقدارها كان علينا مديونية 6.3 مليار دولار في قطاع البترول، سدد منها 5.4، ده شيء اساسي لجذب الاستثمارات، واللي نتج عنها ان جات لنا استثمارات احدها حقل ظهر اللي ظهر، ناهيك طبعا عن استثمارات في قطاع الغاز والتاني. هذه النقطة مهمة جدا، لأنه زي ما حضرتك أشرت قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها المادية وسداد كل المستحقات للمستثمرين أكيد بيعطي أجواء إيجابية جدا وثقة متزايدة لدى المستثمرين الأجانب، خاصة أننا بصدد اكتشافات مرتقبة كبيرة في البحر الأحمر، وبالفعل تمت ترسية عدة مناقصات لبدء العمل هناك. كيف تنظر لهذا المحور الجديد لتنمية قطاع الطاقة في مصر، طبعا المنطقة في البحر الأحمر؟ هناك طبعا بالتأكيد منطقة واعدة سواء شرق البحر المتوسط، وأثبتت أن هي منطقة واعدة وما ظهر من حقل ظهر وما يمكن أن باقي المنطقة دي، منطقة البحر الأحمر لسه منطقة بكر، يمكن كان هناك سابق خبرة في حديث السويس في بعض اكتشافات، إنما بالتأكيد هناك مؤشرات إيجابية بإمكانية وجود استثمار. زي ما حضرتك أشرتي إن سابق بيسمونه تراك ريكورد، اللي هو إن أنا بوفي في التزاماتي وإن أنا بسدد التزاماتي للمستثمرين، هذا بيكون عامل مهم جدا لجذب استثمارات، ليس فقط في قطاع الطاقة وتنميته، ولكن في جميع مناحي الاستثمار. أي واحد بينظر إلى الدولة اللي بيروح يستثمر فيها، هل هذه الدولة بتحترم التعاقدات بتاعتها، بتحترم
التزاماتها. إذا كان هذا هو ما يحدث، بالتأكيد هذا مؤشر إيجابي وأساسي في قرار الاستثماري لأي مستقبل. الدكتور حافظ سلماوي أستاذ الطاقة بجامعة الزقازيق، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا.